مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من صوموا تصحوا. معنا الدكتوره كريمه عبدو كما عودناكم في معظم ايام رمضان. اهلا وسهلا فيك دكتوره كريمه وشرفتينا. الله يكرمك، كل سنه وحضرتك طيب يا رب، وربنا يعيد عليكم الايام بخير وسعاده وصحه وعافيه يا رب ان شاء الله. دكتورة كريمة، في كتير ناس بيسألوا عن المسابقة والشروط وكيف يشتركوا فيها، لو ترجع تذكريهم قبل ما ندخل في موضوعنا اليوم. والله هي المسابقة دي احنا عايزين نعمل تحفيز ومكافأة للناس اللي تعبت معانا في رمضان، يعني لازم يبقى في فرق بين الناس اللي اجتهدت وتعبت والناس اللي كبرت دماغها وقالت ايه مش هنسمع تاني بدل ما نقول لهم اعملوا وما تعملوش، لا ما نسمعش افضل. لا، في ناس سمعت وطبقت، وفعلا اللي طبق هيلاقي نتائج، ونتائج حلوه جدا جدا. الناس دي احنا لازم نشجعها. عملنا المسابقه بتاعتنا ان اللي هيبعت على عنوان البرنامج وعلى يعني على التعليقات ويقول ان هو فعلا تابع وان هو وحصل له ويحكي لنا على اللي حصل له وحس فعلا بالتغيير، احنا اول 5 او اكتر 5 يعني فعلا اهتموا وتابعوا وحصلوا على نتائج، دول ليهم مننا جايزه حلوه جدا، ولازم يبقى ليهم موتيفيشن رائع، وهنكمل معاهم مش هنسيبهم بعد رمضان ان شاء الله، وهيبقى ليهم يعني خلي الجواز مفاجاه بس هيبقى ليهم جايزه. ويا ريت يكون من ضمن الناس دي من الناس مرضى السكر، يا ريت يعني تكون ناس اتبعت الكلام وطبقت حاجه وحست بفرق. برجو من الله يعني ان يكون من ضمن الناس اللي تخش وتتابع يكون مرضى سكر وان شاء الله. اتمنى لكم الفوز جميعا باذن الله. اهم حاجه الفوز بالصحه والعافيه، واللي اهم من كده الفوز بليله القدر باذن الله. اللهم بلغنا ليله القدر، الليله ليله وتريه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وندعي كده بصفاء قلوب وبنقاء سريرة إن ربنا يبلغنا ليلة القدر يا رب، ويتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويتقبل منا رمضان ويتسلمه منا على خير يا رب. خلاص جري بينا رمضان يعني. خلاص يعني قرب العيد يا دكتورة، وحاجات العيد قربت. اليوم كنا نسوي كعك العيد، فإيه رأيك بكعك العيد؟ يلا يا ليله العيد بقى انستينا خلاص. لسه من كام يوم كنا بنقول رمضان جانا، النهارده بقى هنقول يا ليله العيد. طبعا ليله العيد والعيد فرحه وكل حاجه، لكن عايزين نخش على كحك العيد. ايوه هتنكزي علينا بقى، سبناكي طول رمضان هتجيلنا على العيد وكمان تبصلنا في كحك العيد. ايوه هبصلكوا في كحك العيد، هو انا كده، انتوا حرين بقى، مش عرفتوني يبقى لازم هبص لكم في كل حاجه. طبعا احنا قضينا رمضان كله عمالين نجتهد وعمالين نحاول ان احنا نبقى في حاله هيلثي، حاله صحيه، نغير اللايف ستايل بتاعنا، نغير عاداتنا وسلوكياتنا، مش عشان رمضان بس. احنا بنعمل تغيير جراديولي كده بالراحه، واحده واحده، كل يوم حاجه بنبطلها، حاجه بندخلها، بنزودها، عشان نوصل لسلوكيات غذائيه صحيه على طول، وتبقى ده اللايف ستايل بتاعنا، مش عشان رمضان وبعد رمضان نرجع نبوظ الدنيا. فطبعا حبايبي الكرام ربنا يكرمكم يا رب ويتقبل منكم. احنا فاضل ايام قليله يعني على العيد، فزماننا كلنا جرينا ونزلنا على الاسواق قبل ما يخلص الكحك والبسكوت من المحلات ورحنا نشتري. بتهيألي قليل جدا اللي هيفكر يعمل في البيت، يعني ما اعتقدش ان حد دلوقتي كله بيستسهل وبيروح يشتري من المحلات. وطبعا يجي يوم العيد علينا بخير وعليكم يا رب، نصبح الصبح جايبين طبق الكحك والبسكوت قد كده قدامنا، نروح نصلي العيد ونرجع نعمل حرب على معدتنا. طبعا انتوا شايفين ان كده صح، انا راضيه ذمتكم انتوا، انا مش هجاوب، جاوبوا انتوا ذمتكم كده صح. يعني انا طول رمضان عمال باكل في سلطه وبشرب شوربه وباخد حاجات خفيفه ونقول ما ناكلش فاكهه بعد الاكل ونستنى ساعتين عشان ما يحصلش تخمر، واجي اقوم من النوم الصبح اروح ماسك الكحك والبسكوت واكلهم، اكيد انا كده برتكب جريمه في حق نفسي. كلنا عايزين نفرح، كلنا عايزين ننبسط، بس ما ننبسطش ونفرح على حساب جسمنا ولا على حساب صحتنا. انا في رمضان متعود ان انا باكل وجبتين، وجبه السحور وطبعا بتبقى خفيفه جدا، ووجبه الافطار في المغرب. لما اجي بقى فجاه اغير العادات دي واروح قايم الصبح، جسمي اولا مش متعود ان هو ياكل الساعه 8 9 الصبح، دي لسه لازم اعوده بالراحه. اجي بقى واروح مدياله دقيق على سمنه على سكر، وخد واديله كميات بقى، يا ريتني هاخد كحكايه واقول خلاص لا، محدش بيكتفي بكده، يعني بنحط طبق الكحك والعيد فرحه بقى ويلا نفرح كلنا. فطبعا انت كده بتقابل المعده باعداء، يعني مش قادره اوصفها بصراحه، لان اللي بيحصل تلبك معوي على طول. هتهضم ازاي المعده الحاجات دي؟ اول حاجه تعالوا ناخدوها بقى حته حته. دقيق مع سمنه مع سكر، قنابل وكوارث. وليه قنابل كمان بالذات؟ احنا بنقول غالبيتنا والغالبيه العظمى هتروح تشتري جاهز. تفتكر لما هتروح تشتري من محل جاهز، مع احترامي الشديد لكل اصحاب المحلات، هيروح يعمل لك الكحك والبسكوت بسمنه بلدي؟ مش ممكن، مهما كانت، مهما قال لك ده سمنه بلدي صافي، لا يمكن، لان كده مش هيكسب. يعني السمنه البلدي معروف ان سعرها غالي، وعشان يديك حاجه بسعر معقول عشان الناس تشتريه، في محلات ممكن قليله جدا بس بتبقى اسعارها باهظه جدا. يعني احنا عندنا في مصر هنا في محلات بتوصل سعر الكيلو ل 600 جنيه و800 جنيه عشان عاملها بسمنه بلدي. فطبعا دي حاجه مش في تناول الجميع، يعني انا ما اقدرش اقول لك ابدا روح اشتري كيلو ب 600 جنيه ولا ب 800 جنيه، شوف عندكم بقى بالعمله بالدولار ولا شو العمله بتاعتكم هتسوى قد ايه، واكيد اغلى كمان. فاللي بيحصل ان بيتحط سمن نباتي مهدرج او زيوت نباتيه، حتى لو حط قليل من السمن البلدي اللي احنا عمالين بنتكلم عليه، وطول رمضان حارمين نفسنا من المقليات ونقول مش عايزين ندخل الحاجات المهدرجه، لان دي كده دي مواد مسرطنه، دي مواد مع العمر مؤديه للكانسر على طول. يعني لان هي حاجات محطوط لها يا اما سمنه متزود لها هيدروجين فاصبحت كده يعني خطيره على الجسم، او ان محطوط زيوت نباتيه، ودي حاجات بتبقى برضو حاجات مواد مضره للجسم. طب وبتزود الالتهابات ومليانه باوميجا 6 اللي احنا او اوميجا 9 اللي احنا قلنا احنا مش عايزينها. فيبقى في الحاله ديت انا بضر نفسي. طب ليه؟ عشان ايه يعني؟ عشان استمتع بكحكايه مده صغيره؟ انت عايز تعمل ولابد ان انت تعمل، لا ما تلجأش للشارع. انا عارفه انا ممكن يستنوني على الشارع ويقتلوني بقى، يعني انا كده بروج لعدم الشراء لكن صحتكم اهم من اي حاجه. يعني ممكن حاجه بسيطه وما استعملش، احنا قلنا اتكلمنا عن اضرار الدقيق، وقلنا الدقيق هو بيعمل ايه والجلوتين اللي فيه هو بيسبب لنا ايه. فاحنا مش عايزين، ومفيش كحك بيتعمل في اي محل او اي مكان مخبوزات غير بالدقيق الابيض، والدقيق اللي مضاف له الجلوتين، عشان حتى لو هو خالي هو بيضيف له جلوتين عشان يبقى هش وشكله جميل ومحافظ عليه. طب انا ممكن ان انا اقدر اتصرف واعمله في البيت؟ ممكن، لو انا عايز اعمل حاجه صحيه ممكن استبدل الدقيق الابيض ده بدقيق شوفان واعمل حبه صغيره وخلاص وحاجه، وبيبقى جميل. انا شخصيا عملته، يعني انا بقول لكم عودتكم على ان ما اقولكوش على حاجه الا انا العيد اللي فات قلت استحاله هدخل الكحك ده البيت، ولا يمكن ابقى عارفه اضراره واجيبه او اقدمه لحد كمان، يعني خلاص بقيت استحرم اقدم حاجه فيها ضرر لاي حد. فجبت دقيق اللوز، هو ما بيتباعش دقيق اللوز، يعني جبت شويه لوز بدل ما كله ناكله، رحت واخده شويه وطحناهم وخلطت معاهم حبه دقيق جوز الهند، ده بيتباع في كل السوبر ماركت، ومعاهم هم عملت كوبايه مجموعه من دي ودي، ومعاهم نص كوبايه سمنه بلدي، وعملتهم بيكنج باودر وخميره وسمسم وحبه مكسرات في النص، ورشيت على الوش سكر ستيفيا. والله والله انا بقول لكم يعني كله ساب الكحك اللي كانوا يعني طبعا كل الاسره بقى عرفت انا لا مش عامله كحك، فكله يعني بقيت صعبان عليهم يعني كل واحد جاي وجايب لي علبه كحك يعني كله لا يمكن ما دقتهوش، وبقوا هم يسيبوا ده وعايزين ياكلوا من ده، بس انا كنت عامله بالعدد يعني عامله كحكات كده بالعدد، خلاص كل يوم ممكن ادوق كحكه هي فيها صحيح جزء الدقيق، جزء الهند، ودقيق اللوز، والسمنه البلدي سعراتهم عاليه، بس انا هعمل حسابهم وانا في الاكل، هاخد كحكايه، هاخد 2 في اليوم كله، واحده الصبح وواحده بالليل، بس حاجات مفيده. انا لما خدت دقيق جزء الهند ولا دقيق اللوز دي حاجات كلها غنيه، لكن الدقيق الابيض غني بايه؟ مش غني باي شيء نهائي نهائي. البروتين الوحيد اللي فيه قلنا الجلوتين، وهو مضر وبيسبب التهابات في المفاصل وبيسبب التهابات في الغده الدرقيه. فيبقى ليه خلينا نعرف حقائق الامور. احنا مهمتنا ببرنامجنا ان احنا بنحط ايديكم وعينيكم على حقائق الامور، وانت حر بقى. احنا مش بنقول لكم اعملوا دايت وكل كم سعر وكم كميه قد ايه، احنا بنعرفكم حقيقه الامور. انت بتدخل جسمك سموم، كلنا نعلم دلوقتي، دي بقت معلومه على مستوى الجميع، ان السموم البيضاء على رأسها الدقيق والسكر. طب انت بتاخد نوعين من السموم البيضاء، وكمان حط عليهم بقى زيوت مهدرجه او سمن نباتي مهدرج. طب انت عملت ايه؟ عملت في نفسك كده ليه؟ طيب هو دي المكافأة اللي بتديها لجسمك بعد صيام شهر كامل؟ بتهيألي لا. يعني خلونا نبقى عمليين اكتر من كده. يعني لو تتخيلوا ان الكحكه الواحده فيها 400 سعر حراري، الكحكه اللي هي الدقيق والسكر لان بيبقى مرشوش سكر على وشها، ما بتتاكلش كده، وجواها بقى معمول عجميه ولا معمول اي حاجات ماده سكريه برضه، ففيها 400 سعر حراري. عارف يعني ايه 400 سعر حراري؟ يعني كلت رغيفين عيش، رغيفين عيش واكتر كمان، يعني الرغيف فيه 150 سعر، انت كلت رغيفين عيش كبار، كلت وجبه غدا كامله عباره عن رز وحته بروتين وطبق سلطه. طب ليه؟ انت كل اللي انت وانت عمرك ما تاخد كحكايه، ليك معدلك في اليوم من 1300 ل 1600 سعر حراري على حسب طولك ووزنك وحجمك والكلام ده. لما تاخد مثلا كحكتين على واحده غريبه على بسكوتين بس حبه كده، خلصت ال 1300 سعر حراري بتوعك. هل هم دول اللي هتبقى اكلتهم طول النهار؟ استحاله. انت بتاكلهم بعد الوجبات، ده غير لسه بقى هنخش على الفسيخ ولا شوف هنتغدى ايه بقى اول يوم رمضان بقى، فرحه بقى في اول يوم العيد ولا ايه. فطبعا يعني انا حبيت النهارده معلش، يعني انا مش عايزه اكنن عليكم، بس انا مش عايزه بعد المجهود الكبير اللي احنا عملناه في افطار صحي وصوموا تصحوا ان احنا نيجي يوم العيد نبوظ. طب انت هقول لكم على حاجه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في له حديث بيقول ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا واتبعه ب6 من شوال كمان صام الدهر كله. طب انتوا لو فكرتوا شويه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليه يعني شرع صيام ال6 من شوال من تاني يوم العيد على طول؟ عارفين ليه؟ عشان نترحم، عشان نرحم نفسنا من اللي ممكن نعمله، احنا بوظنا الدنيا، لا ارجع بقى تاني وصوم تاني وعود ورجع لجسمك صحته تاني، وصوم لك كمان 6 ايام، لا وتعالى بعد كده صوم 2 وخميس. فكتر ما بتصوم لو انتوا اتبعتوا الصيام فعلا هتتعود ان جسمك ده غالي عليك وما تدخلوش اي حاجه. ودايما خلوا حلقات صوموا تصحوا قدامكم، اتفرجوا عليها باستمرار ورجعوها، وشوفوا الحلقات الاولانيه وشوفوا بتتكلم عن ايه، عشان تفضلوا محافظين على صحتكم ونقضي العيد ببهجه. محدش حابب ابدا يقضي العيد عند دكتور ولا ابني يتعب مني ولا انا اتعب، احنا عايزين نقضي فعلا العيد بفرحة ونفرح كلنا، وكلنا نقول العيد فرحة، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يفرحكم دايما، يتقبل منكم الصيام والقيام، ويرزقكم جميعا بليلة القدر يا رب. واللي ربنا يرزقه بليلة القدر لا ينساني فيها صالح دعائه، وربنا يا رب يبلغنا العيد على خير، ويتقبل منا رمضان، ويتسلموا مننا مقبولا مباركا فيه يا رب العالمين. اشوفكم في حلقه العالمين. صراحه دكتوره في هذا اليوم تكثر، يعني ببدايه العيد او اول يوم العيد تكثر التلبكات المعويه ودخول المستشفيات، وخاصه في السنه هاي احنا مش فاضيين لها اشياء بسيطه زي تلبك معوي، المستشفيات الحقيقه بتحصل مشاكل كبيره جدا، والتلبك المعوي بالذات يعني في ناس ما بتقدرش تتحمله، وخصوصا مرضى السكر ومرضى الضغط والحاجات دي ما تقدرش ابدا، اقل كميه من الحاجات دي بتاثر عليها. يعني بلاش، حافظ على صحتك اللي انت حافظت عليها في رمضان، حافظ عليها بقى يوم العيد عشان تفرح ان شاء الله. تسلم يا دكتوره، كل عام وانتم بخير. قرب العيد، قرب العيد ان شاء الله. تابعونا عشان تعرفوا اكثر عن المسابقه اللي بتقدمها الدكتوره كريمه عبدو. مشكوره، تصبحون على خير. اشوفكم على خير، مع السلامه.